السبايا، اهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من تبساتي. معي انا سلمى غزالي ومع سميه. شو الاخبار؟ تمام. حلقتنا لليوم اسمها الميك اب الازرق. سميه، الميك اب الازرق يلي انا سبايا هيني، شوفي قديش انا متوتره لانه انا شخصيا ما بحياتي جربته. كثير بحبه، كثير بشوف سبايا بيحطوه، بس انا شخصيا ما بحياتي تجرأت انه بحطوه، لا هو ولا الاخضر. هلا هم التنين يعني مش لكل حدا بالبق. اوكي. بالبق للي عيونهم غامقين. حلو. هلا لإلك مو كثير، بس ما بعني انه ما بنقدر نعمل. حلو. It's a very simple trick انه بنقدر ندخل الازرق، بس مش معناته انه نحط على الفل بس. كثير مرات أزرق. بالضبط. بشوف مرات يعني في اشخاص يروحوا شوي اوفر بصفي بشع. ما هو عشان هيك يا هو يا بيحلي يا ببشع. يعني هذا ميك اب لازم نكون حذرين لما نحطه. فوق ولا تحت العين ولا اثنين؟ هلا يا هون يا هون، مش اثنين. شنو تقول اثنين؟ عرفتي؟ فهي النصيحة الأولى لك إذا كان الميك اب أزرق أو حتى ملون، يعني أخضر، بيربل، يعني هدول الألوان، هدول الألوان الجريئة. الجريئة. يعني بيفضل إنه تستك بي إشي بسيط بسيط، يا من فوق العين يا تحت يعني العين. يعني تخليك كونتراست، ما تعملي هو اللون الأساسي. هو اللون الأساسي. هلا بعمل لك تريك كتير صغيرة وشوفي كيف حلو رح يطلع. طيب أوكي، خلينا نجرب. خلصنا. بس هيك مثل ما شفتوا مع سمية، شغلة كتير بسيطة بتخلي ميك اب كتير لذيذ، ملون، فريش وكتير ترندي. اوكي سبايا، فيكن تشاركوني فيديوهاتكم كمان، ابعتولنا الالوان اللي بتختاروها على العين، ازرق، اخضر، بنفسجي، اللي بتحبوهم. شاركونا، ابعتولنا الفيديوز على رقمكم على الواتساب الظاهر على اسفل الشاشه. كمان ما تنسوا تقولوا هاي تبساتي عشان تشوفوا الفيديو تبعكم على تبساتي اب. وانا بقولكم لاقونا بحلقه جديده مع سميه. تشاو تشاو.